بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أخبار الفن والفنانين. ردت ريهام سعيد على الإعلامي جورج قرداحي بعد ما هاجمها في أحد البرامج اللبنانية، ونشرت ريهام سعيد فيديو عبر حسابها على إنستغرام وقالت إنها فوجئت برسالة من أحد متابعيها من المغرب بيطالبها بالرد على جورج قرداحي، مؤكدة إنها لم تكن تعلم عما ترد بعد ما اعتزلت الإعلام، إلى إنها شاهدت الفيديو لتفاجئ بالهجوم عليها. وكان جورج قرداحي تحدث خلال استضافته بأحد البرامج اللبنانية عن إيقاف ريهام سعيد وقال في مصر بيستعملوا تعبير حلو كده، هو تستحق أن تضرب بالجزمة، وطالب بمنع ظهور ريهام سعيد في الإعلام. وعبرت ريهام عن صدمتها مما ذكره جورج قرداحي وقالت مين اللي تستحق إنها تنضرب بالجزمة؟ بتتكلم عن مين؟ عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل؟ ولا أنت اللي اتجننت؟ وأضافت ريهام وقالت أعلم إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت، لكن مش بالدرجة دي. رغم كبر سنك وشعرك الأبيض إلا إن الأدب والذوق والأخلاق صعبة، لكن قلة الأدب سهلة. ووصلت ريهام وقالت ممكن أرد عليك وأقولك إن أنت عار على اللبنانيين. ووصلت ريهام سعيد وقالت كل تاريخك برنامج أسئلة ليس من إعدادك وحد كتبهولك وتسقف وتروح وخلاص. ولو عايز تعرف مين هي ريهام سعيد ادخل على اليوتيوب. ويذكر ان ريهام سعيد كانت قد صرحت بان الشخصيات اللي بيعانوا من السمنة بيكونوا عبء على الدولة ولابد من ايجاد حلول جذرية لهذا الامر.